مرحبا بكم متابعين الأوفياء. اليوم سوف نتكلم عن الفرق بين إفرازات بداية الحمل وإفرازات الدورة الشهرية. عادة ما تسأل الكثير من السيدات عن الفرق بين الإفرازات التي تحدث خلال فترة الحمل وكذلك التي تحدث خلال فترة الدورة الشهرية. تتميز إفرازات بداية الحمل بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن إفرازات الدورة الشهرية، ومن أهم هذه الخصائص إفرازات بداية الحمل تكون إفرازات بنية اللون، ويحدث ذلك عند انغراس البويضة الملقحة في جدار الرحم، وهي تستمر في العادة بين 3 إلى 4 أيام. بعد مرور هذه الفترة يمكن أن تصبح الإفرازات بيضاء اللون وعلى شكل كريمي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة هرمون الأستروجين في هذه الفترة. كذلك الإفرازات في فترة الحمل يمكن أن تسبب التهابات للحامل، وبالتالي لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية. أما بالنسبة لإفرازات الدورة الشهرية فهي تتميز بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن إفرازات الحمل، ومن أهم هذه الخصائص إفرازات الدورة الشهرية تكون بيضاء اللون تشبه الجبن. كذلك الإفرازات المتعلقة بالدورة الشهرية يمكن أن تتحول من اللون الأبيض إلى اللون الوردي أو البني، وتنزل من الرحم قبل موعد نزول الدورة الشهرية مباشرة. وإفرازات الدورة الشهرية تزداد وقت التبويض وتعمل على تخليص المهبل من المواد الضارة والبكتيرية والروائح الكريهة. توجد بعض الإفرازات في مرحلة الحمل تستدعي مراجعة الطبيب، وهذه الإفرازات يصاحبها ظهور علامات تدل على أنها غير طبيعية. الشعور بكل من الألم والحكة والحرقة أثناء المباشرة أو التبول، مما يدل على وجود عدوى فطرية. خروج رائحة كريهة من الإفرازات خاصة بعد المباشرة، فهذا مؤشر إلى الإصابة بحالة المهبل البكتيري. استمرار الإفرازات وزيادة كميتها بالإضافة إلى تغيير في نوعها من سائلة أو مائية إلى هلامية وسميكة أو بالعكس، فهذه قد تكون علامة على تمزق الأغشية. يوجد بعض النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع إفرازات الحمل بطريقة صحيحة لتجنب الضرر، ومن أهم هذه النصائح تنظيف تلك المنطقة من الأمام إلى الخلف وليس العكس، واستخدام منتجات العناية ولكن لابد أن تكون خالية من العطور، وتجنب الجلوس في حمام مليء بالفقاعات، وعدم استخدام أي كريمات للمنطقة دون الرجوع إلى الطبيب.